هي معاناة، هي موجودة المعاناة، مو اليوم ولا البارحة ولا هاي، هاي من 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 ذاك النظام البائد ها لحد الآن، هي معاناة المواطن، يعاني المواطن، ما عنده أي خدمات، ما عنده أي خدمات، ما عنده المواطن. مبارك والله، الحمد لله. نعم الله، الحمد لله. شلون الوضع؟ نعمة الحمد لله، زين زين زين. شلون الأسعار؟ والله أسعار الخضر على 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 السوق على الدولار، على المستورد على الدولار، والعراقي غالي. ليش العراقي غالي؟ أنا أعرف شنو مشكلة العراق؟ لين قليل، لين قليل العراقي هسه، بدا شلون تقول بين موسمين، هسه هسه نهاية موسم بداية موسم، زين. يعني هسه الصيفي ما عندنا، عندنا هذا النبوغ، البانية عراقية هسه، البانية العراقية ب 10,000 دينار الكيلو العراقية، زين زين. هاي الجوجة، جوجة هم ب 10، زين، نبوغ ب 3,000 دينار، هيك شيء هذا الأسعار. زين. الوضع هنا شلون بساحة الرصافي؟ احنا نلاحظ اليوم بالساحة اكو هواية من الناس تعاني. إيه هي معاناة، هي موجودة المعاناة، مو اليوم ولا البارحة ولا هاي، هاي من 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 ذاك النظام البائد ها، زين. لحد الآن هي معاناة المواطن، يعاني المواطن، ما عنده أي أي خدمات، ما عنده، زين. أي خدمات ما عنده المواطن، ماكو أي خدمات، بس مجرد يشتغل اليوم على مود يعيش، يعني مو عنده مثل قبل، مثلا واحد يشتغل يلم فلوس أو يضم شيء، لا هسه ماكو، هسه يشتغل اليوم يصرفن، يصرفهم باكر يبدي من الجديد من الصفر، نفس الحاله ماكو واحد. اي هو هذا قوت لا تموت، عرفت شلون؟ ما يشتغل واحد عندنا مثلا، مثلا لا سمح الله اذا واحد وقع بورطه لازم يروح يداين، اي مثلا عنده مريض، عنده مشكله او فد شيء يروح يداين. احنا مثلا انا والله عندي، هذا عنده، ذاك عنده، بس اكو من الما عنده، الما عنده يعاني، اذا مريض عنده ولا سمح الله شغلته يعني مرض قوي هاي، يروح يا اما يداين يا اما ياخذ سلفه يا اما يسوي سلفه يستلم اول واحد على مود يمشي نفسه، وبعدين يظل يعاني من ايش؟ من المصرف ومن الدين. هيجي هو هذا المواطن هسه حاليا، هيجي يعني طبقه وسطى. حياك الله، حياني انت عيني.